صباح الخير. قد يبدو الخبر داخل قمرة طائرة مخطوفة، وفي تفاصيل حكاية الحب الطائر من الإسكندرية إلى قبرص، وما رافق العملية من رعب واستنفار وتعليقات ساخرة. لكن في البلد ما هو أخطر من الخطف والأسر وساعات الاستنفار؟ فنحن نتربع على دولة تتفنن في خطف مؤسساتها وتجد متعة في سرقة موجوداتها. وإذا لم نرد التعميم وأحصاء مجموع السرقات في السفينة المثقوبة، فلنتحدث حصرا عن قوى الأمن الداخلي، تلك المؤسسة التي تحتاج إلى دعم وعتاد. عناصرها يخوضون الحرب على الإرهاب، يعاندون شمس الصيف على الطرقات، يحاربون البرد بأدواتهم البسيطة، ينتظرون سلسلة رتب ورواتب فلا تأتي من حكومة لم تعرف بهم ولا من مجلس يشرع من أجلهم، ومقارنة بواقعهم تقبض في مؤسستهم على ضباط بنجوم تبلغ السماء، عمداء وعقداء يسرقون مالهم، يلتحفون الغطاء السياسي وينهبون خزينتهم. 9 سنوات من التزوير وتعبئة الجيوب الرمادية ولم يقل لهم أحد كفى، إلى أن أعطى اللواء إبراهيم بصبوس إشارة الانطلاق وفتح التحقيق وبمفعول رجعي، وتلك خطوة تحسب له. وما إن سقط المؤهلون الأوائل حتى بدأت سبحة العمداء بالانهيار، وفي مقدمهم العميد محمد قاسم الذي أوقف أمس في انتظار استكمال التحقيق اليوم. النجوم تنزل إلى الأرض في ملف بدأ من المديرية ووصل إلى التمييزية، في تحقيقات يبدو أنها اصطدمت بقاض مرير هو المحامي العام التمييزي شرب البوسمرة، الذي يصر على استكمالها حتى النهاية على الرغم من إحاطتها بالعناية السياسية المشددة. أما بقية الملفات فهي رهن العناية الإلهية، وترتطم إحدى شبكاتها بلجنة الاتصالات والإعلام اليوم. أما جلسة الحوار فقد أرجئت إلى موعد لاحق بعد الإعلان ليلا عن وفاة والدة رئيس الحكومة تمام سلام، على أن تترك العناية الرئاسية لزيارة سعد الحريري لموسكو التي وصلها مساء أمس في إطار تحرك عربي ودولي يهدف إلى وضع حد للشغور الرئاسي بحسب مصادر المستقبل. وفي معلومات الجديد فإن الحريري سيوجه إندارا حاسما إلى القيصر فلاديمير بوتين، وسيضعه عند حده ما لم يعطي أوامره لإيران بالضغط على حزب الله لوقف الشغور. وما دام إندارا شديد اللهجة فسوف يشمل ملف تسليح الجيش والهبة المسحورة المنصهرة وراء خلافات الأمراء. لكن للشيخ سعد نصيحة أوفر وتجنبه صقيع القياصرة، فالرابي أقرب من موسكو، وحوار عون يبقى أسهل من محاولة لقاء بوتين. في الطبقة الرابعة من قصر العدل تحقيقات بدأت ولن تنتهي. أمس أوقف عميد واليوم موعد آخر مع المؤهلين محمد جوني وبسام السمرة الموقوفين في قضية فساد أخرى، إذ كانا يضيفان مبالغ مالية إلى رواتب الضباط، وبعد القبض يتصلان ويخبران المعني بأن خطأ قد وقع ويطلبان إعادة المال نقدا ويحتفظان به. والتحقيق ما زال جاريا في قوى الأمن بإصرار من المدير العام اللواء بصبوس. أما في قصر العدل فالتحقيق أشد إصرارا. يحدث أن المؤهلين الأول يسقطون عمداء، وأن شخصيات أمنية اختالت من ساحة النجم إلى مبنى قوى الأمن الداخلي، وانتهى بها الأمر في غرفة المباحث الجنائية، وفي مكان دبر ليكون مقرا أوليا للتوقيف حتى لا تسقط النجوم وتنكسر الهيبة. فإلى مكتب المحامي العام التمييزي القاضي شرب البوسمرة وصل العميد المتقاعد محمد قاسم، تعلوه الابتسامة والاستعجال لكونه توقع عدم المكوث طويلا، فالمسألة بالنسبة له لا تتعدى الوشاية والتلفيق، لأن من تولى التحقيق المسلكي كان ضده وهو العميد عادل مشموشي. هذا الاعتقاد لم يدم طويلا قبل أن يتصبب العميد قاسم عرقا ويرتبك، فهو أصبح أمام شاهد من قلب بيته الأمني ويعترف على نفسه وعميده معا.
المؤهل الأول خالد نجم نطق بحقيقة التزوير والاختلاس وقال إنه كان يفعل ذلك بناء على طلب العميد قاسم، غير أن الاعتراف وتجيير المسؤولية لم يعفيا المؤهل نجم فتم توقيفه. أما العميد عين خاء فقد تم الاستماع إليه وتركه، وخلال جلسة الاستماع تكشفت المعلومات عن طرق التزوير والاختلاسات في قوى الأمن، من تزوير فواتير مساعدات المرضى إلى إخفاء قرارات القبض. وبحسب معلومات الجديد فإن أصغر عملية تزوير كان يجني فيها كل ضابط ما يفوق راتبه الشهري بكثير، وتلك عملية امتدت على 9 أعوام. وتؤكد المصادر أن في جيب كل عميد وعقيد مبالغ لا تقل عن 1.5 مليون دولار جنى الاختلاسات هذه. وتظهر هذه البرقية الداخلية في قوى الأمن الداخلي طلب التوقيفات مع توضيح التهم، وهي التلاعب بأرقام درجات بعض العناصر واختلاس أموال عامة وإساءة استعمال السلطة وعدم التحلي بالمسؤولية وانعدام المناقبية العسكرية. التحقيقات سوف تستمر الأربعاء مع العميد قاسم ورتباء وضباط آخرين على أن تتواصل حتى انهاء الملف وبلوغ الرؤوس المدبرة، سواء كانت في الخدمة أو أحيلت إلى التقاعد أو استقالت. الخلاف على جهاز أمن الدولة بين يدي الحكومة ورئيس مجلس النواب في هذا التقرير لرشال كرم. لا يتعارض اثنان على أن الخلاف في جهاز أمن الدولة خلفيته سياسية، قوامها المدير العام الكاثوليكي اللواء جورج قرعة الذي تبقى من فترة خدمته 1.3 سنة، وبين نائبه العميد محمد طفيلي المقرب إلى الرئيس نبيه بري الذي يتقاعد في حزيران المقبل. ولا يختلف اثنان في أن الجهاز الصامد منذ 30 عاما لم تأتي ساعته بعد، على الرغم من محاولة بعض الجهات السياسية ذلك بالضغط عليه. فمنذ 9 أشهر واللواء قرعة يبعث بمعاملات مالية إلى وزارة المال، بينها على سبيل المثال التجهيزات وإصلاح السيارات والنفقات السرية على المخبرين وصولا إلى تغذية العسكر. وحتى الساعة لم تصرف هذه الأموال، مع العلم أن الجديد حصلت على وثائق تثبت موافقة وزير المال علي حسن خليل على الصرف، إنما لا يطبق ذلك عدا المعاملات الإدارية التي يوجهها قرعة إلى رئاسة الحكومة المعلقة أيضا منذ 9 أشهر. هل تواصلتم مع الرئيس بر لحل الخلاف الموجود أو لحل حالة القضية؟ نحن حكينا قضية يعني على طاولة الحوار، وعلى هالأساس لأنه في عنوان على طاولة الحوار الجيش والقوى العسكرية والأمنية. رئيس بري كان على أساس في لنقول النائب إبراهيم كنعان اللي كان هو عم يتواصل ليشوف إذا كان في مشكلة بدها حل، وإذا اعتبر نائب إبراهيم كنعان أنه انحلت المشكلة بتوزيع الصلاحيات، وبالرغم من هالشيء، رغم أنه جنرال عون اتصل باللواء قرعة وقال له انحلت المشكلة، بقيت انه في مستحقات واقفة. هذا اللي خلينا يعني ندخل على الخط اول مرة وتاني مرة ونطلب نقاش هذا الموضوع. بس الرئيس بري شو بده؟ هذا بدك تسألي اذا الرئيس بري بده شيء اصلا. يعني مثل ما قلنا هذا الجهاز كان ماشي، وإذ وين توقفت المستحقات، دفع المستحقات وزارة المالية؟ هل هو الوزير على طاولة مجلس وزراء أول شيء قال لا ما في إشكال، وهذه تأخرت على كل الأجهزة، وإذ لقينا أنه بعدها واقفة. وفي محاولة لفض الخلاف عمد اللواء قرع منذ 2 إلى طلب إنشاء مجلس قيادي في جهاز أمن الدولة يتألف من المدير العام الكاثوليكي رئيسا ونائبه الشيعي نائبا للرئيس وأربعة ضباط أعضاء من رتبة عقيد على الأقل من سني ودرزي وماروني وأرثوذكسي، على أن تتخذ القرارات بالأكثرية وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا. وهيدي انبعتها الرئيس تمام سليم على مجلس الشورى، اجت بموافقة، فقلنا إذا هذا الحل بيريح يعني المجلس الأعلى للدفاع ليش ما منطبقه؟ وإذ اجينا اليوم بجدول أعمال دراسة إنه لا يعني مجلس الشورى اللي هو أعلى سلطة قضائية موافقة على هالاقتراح وما بده مشروع قانون، وفي مطالعة إنه بده مشروع قانون. مطالعة من مين؟ مطالعة بعتقد من مستشار سهيل بوجي.
اللي كان أمين عام لمجلس الوزراء. إزاء هذا الوضع علمت الجديد أن بند جهاز أمن الدولة لن يكون أولوية بحسب جدول أعمال مجلس الوزراء، بل وضع كبند رقم 65 كإشارة واضحة إلى عدم نضج أي حل من الحلول المطروحة. رشا الكرم، قناة الجديد. أرجئت جلسة الحوار التي كان مقرراً انعقادها اليوم بسبب وفاة والدة رئيس الحكومة تمام سلام المرحومة تميمة رضا مردن بيك ليلة أمس، ويصلى على جثمانها اليوم عقب صلاة الظهر في جامع الخاشقجي، وتوارى الثرى في جبانة الشهداء، وتقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة بافيون رويال بيال بعد الدفن من 4 بعد الظهر حتى 7 مساء يومي الخميس والجمعة، من 3 بعد الظهر حتى 7 مساء. أسرة الجديد تتقدم من الرئيس سلام وعائلته بأحر التعازي بفقد والدته. وكب فريق من الفضائية المصرية عودة الركاب وطاقم الطائرة المصرية التي اختطفت إلى لرنكا، وأجرى مقابلات معهم في طريق عودتهم إلى مصر. يعني الحمد لله ربنا كرمنا وعرفنا ان احنا يعني نحمي ركابنا، وعرفنا ان احنا ننزل كل ركاب بخير، فيعني الحمد لله، يعني الحمد لله على كل شيء. مساعد الطائره قول لي بقى يعني الحمد لله يعني مع المختطف الطائره. والله احنا يعني كنا دبلوماسيين، الحمد لله نزلنا طياره والركاب كلهم رائن سلام، طياره سليمه واحنا سلام، فده كان الحمد لله ده المطلوب، وده الحمد لله اتشيفت. يعني يمكن انت كان لك دور كبير، يمكن انت اللي كنت بتتفاوضي مع المختطف، كلميني بقى ادارة الازمة ازاي، لان انت كنت حلقة الوصل ما بين كابتن الطائرة وبين المختطف، ازاي ادارتي هذه الازمة؟ الحمد لله يعني قدرناها بهدوء اعصاب وتعليمات من الكابتن وتعليمات من السلطات المصرية وتعليمات من المطار، الحمد لله الحمد لله ان احنا وصلنا الحمد لله. انطباعك بعد ما نجحت الحمد لله المفاوضات ورجعين كافه الركاب ال 55 راكب وطاقتكم الطائره، ويمكن اصرتوا ان انتوا تكونوا اخر ناس مع المختطف بعد نزول كافه الركاب؟ عملنا اللي علينا، عملنا اللي علينا فعلا، ان الركاب دي كان لازم تنزل بسلام. وكان المدعو سيف الدين مصطفى قد اختطف الطائرة بحزام ناسف، تبين لاحقا انه مزيف وان عملية الخطف جرت لاسباب عاطفية. انتهت العملية على خير، فبعد ساعات على قيام أحد ركاب طائرة إيرباص 320 وهو مصري ويدعى سيف الدين مصطفى باختطاف الطائرة التي كانت تقل 55 راكبا من جنسيات مختلفة من مطار برج العرب في الإسكندرية إلى القاهرة، وإجباره قائد الرحلة على تغيير مسارها باتجاه قبرص وطلبه حق اللجوء، ركاب الطائرة حرروا وجميعهم بخير، فيما أوقفت السلطات القبرصية الخاطف وخرج من مطار لارنكا رافعا يديه وفق ما أعلنت الإذاعة القبرصية. التلفزيون القبرصي عرض لقطات لهروب 7 أشخاص من طائرة مصر للطيران، وبدأ أحدهم يقفز من قمرة قيادة الطائرة عبر حبل يتدلى إلى الأرض. المتحدث باسم الحكومة القبرصية أكد توقيف مصطفى من دون إعطاء تفاصيل إضافية، ونقلت وزارة الطيران المدني المصرية عن السلطات القبرصية قولها إن الحزام الذي هدد خاطف الطائرة به كان زائفا. مش هقدر أتكلم على اسم المختطف ولا على جنسيات حفاظا على السير العملية الأمنية، تمام؟ لما نكون متأكدين من حاجة نتعامل معها ونتكلم فيها. لحد الآن لم يتم تحديد مطالب يعني حقيقية فعلية ممكن ان احنا نعلن عنها في الوقت الحالي. وفي حين كثر الحديث عن الأسباب الكامنة وراء أقدام مصطفى على خطف الطائرة المصرية، ذكرت معلومات أن الخاطف وهو أستاذ في الطب البيطري في جامعة الإسكندرية طالب بالإفراج عن سجينات في مصر وبلقاء مسؤول في الاتحاد الأوروبي والسفر إلى دولة ثالثة، فيما أعلنت الإذاعة القبرصية أن الدوافع قد تكون شخصية لكون طليقته قبرصية، وأشارت إلى أنه ألقى رسالة بالعربية على مربض الطائرات في مطار لارنكا وطلب تسليمها إلى طليقته. كذلك سارع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إلى إزالة صفة الإرهاب عن الخاطف، معتبرا أن المرأة هي السبب دائما. Always there is a woman in you.
رهاب الإرهاب العالمي بين واشنطن ومطار لارنكا عندما يصبح الواقع أكثر إدهاشا من الخيال. تقرير جاد غصن. في وقت يقف العالم الغربي في أقصى درجات التأهب بعد الأعمال الإرهابية في باريس وبروكسل، جاءت الساعات 24 الأخيرة لتنشر الذعر من اعتداءات جديدة. طبعا ذلك قبل أن تنجلي حقيقة ما جرى بين واشنطن وقبرص. في الولايات المتحدة الأمريكية، رجل يطلق النار قرب الكونغرس الأمريكي. انتشر الذعر قبل أن يكتشف أن الرجل ليس داعشيا ولا من أصول عربية، إنما رجل أمريكي يبلغ من العمر 66 عاما ويدعى لاري داوسون. مع التأكد من الجذور الأمريكية للاعتداء هدأت النفوس، مع أن الدين لم يكن بعيدا منها. فداوسون وقبل إطلاقه النار صرخ بأنه نبي مرسل من الله. ولكن الحادثة الأمريكية على غرابته ليس فريدا من نوعه، ففي عام 98 وقعت واقعة مشابهة وفي المكان عينه. قتل عسكريان يوم ذاك وقبض على مطلق النار ليكتشف أنه مصاب بداء الفصام، فيما دوافعه لا تزال مجهولة. مرت ساعات قليلة على نار الكابيتول هيل في واشنطن الأمريكية قبل إعلان اختطاف طائرة كانت متوجهة من الإسكندرية في مصر إلى القاهرة. الخاطف سيف الدين مصطفى ادعى أنه مزنر بحزام ناسف طلب تحويل مسار الطائرة لتهبط في لارنكا قبرصية. توجهت الأنظار إلى داعش من جديد قبل إعلان أن الاختطاف دافعه غير سياسي بل عاطفي، فمصطفى أراد ملاقاة طليقته القبرصية في لارنكا لإيصال رسالة إليها، رواية غير مؤكدة حتى الساعة، غير أنك لن تصدقها حتى لو كانت حبكة فيلم كوميدي خيالي لعادل إمام. أيوة أنا عريس الهنا، أنت مين؟ أنا اللي هتربجها على دماغ اللي جابتك. أنا الخط خلفت الخط. نعم أخويا، بجول لك أنا الخط جتال البطل اللي خلفت الخط كبير. لا شك في أن المشاهد قد ينزعج من فيلم تصل المبالغة فيه إلى حد اختطاف طائرة بدافع الحب، ولكن كثير يقال في واقع أصبح أكثر إدهاشا من روايات الخيال. جاد غصن، قناة الجديد. تضارب المعلومات بخصوص أسباب خطف الطائرة المصرية أشعل مواقع التواصل الاجتماعي. تضاربت المعلومات بشأن أسباب خطف الطائرة المصرية وهوية الخاطف، فبرز بداية اسم إبراهيم سماحة باعتباره المسؤول عن عملية الخطف، ولأن اسم عائلة الخاطف المفترض هو سماحة، فقد قرر بعض اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي استذكار الوزير السابق ميشيل سماحة في تعليقاتهم على الحادث. وبعيدا من المحنة الصعبة التي عاشها المسافرون، فعندما تخطف طائرة لسبب عاطفي فهذا كفيل بإحداث زوبعة من التعليقات التي اتخذت بمعظمها طابعا ساخرا وفكاهيا، برز إثرها عدد من الهاشتاج كالحب في زمن الإرهاب وعشان كسارة خطفت طيارة. أما أحد المغردين على تويتر فرأى أن زوجة الخاطف تستأهل إهداءها هذه الأغنية. تستاهل طيارة، لا طيارة شوية علي. تستاهل طيارة، لا طيارة شوية علي. تطير انت في العالي، ما نوصل لك يا غالي. يا ريتني كنت معاهم، هاشتاج تداوله أيضا ناشطون مصريون على نطاق واسع، رأوا من خلاله أن ركاب الطائرة كانوا محظوظين إذ وجدوا أنفسهم في قبرص بدلا من القاهرة. وقد اختار مغردون هذين الشريطين للتعبير عن حال المسافرين فور معرفتهم بأن الوجهة هي لارنكا. الحادث أثار أيضا تساؤلات عدة بشأن إجراءات الأمن في مطار برج العرب، خصوصا أن الخاطف أدخل حزاما ناسفا إلى الطائرة. وقد اختار البعض هذا الفيديو لوصف حال الأمن فيه، فيما علق أحدهم ساخرا أن خطف طائرة مصرية يبقى أسهل من تقديم تأشيرة سفر. ويبدو أن الحادث قد أثار انتباه ركاب الفان رقم 4 في لبنان على مواقع التواصل، إلا أن بعضهم استبعد تجرؤ أحد على فعل ذلك. لوحات سيارات جديدة والمبلغ 150 مليار ليرة لغاية الآن، وبقرار من لجنة الأشغال النيابية مدعومة بوزارة الداخلية. التفاصيل في هذا التقرير لألين حلق.
قريبا سيضطر المواطن اللبناني إلى تغيير لوحة سيارته ورخصة السوق العائدة إليه لكي تواكب التكنولوجيا وتتحول إلى لوحة ذكية ممغنطة بحسب قانون السير الجديد. لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فمع هذا التغيير الذي سيدفع المواطن اللبناني ثمنه 45,000 ليرة للوحة السيارة بدلا من 20,000، فضلا عن رقم غير معلن بعد لرخصة السوق، سيجري إغلاق أكثر من 70 محلا لسبك لوحات سيارات من أجل شركة واحدة ستقبض أكثر من 150 مليار ليرة. بالتلزيم اللي عملته وزارة الداخلية بيقول إنه في 70 محل بدها تجهزهم الشركة الملتزمة. الشركة الملتزمة مش عم تحكي معنا. نعم، من هي الشركة الملتزمة؟ الشركة الملتزمة ما بعرف إنكريبت اسمه، أو أنا بعرف شخصياً اسمه هشام عيتاني. استغرب إنه لجنة الأشغال بمجلس النواب ما بتستدعينا إنه بده يعملوا هيك شغلة. ما أعرف مين الخبير بهذا الموضوع. بعتنا كتاب لمعالي وزير الداخلية وبعدنا منتظرين يعطونا جواب، وطلبنا موعد من عند دولة الرئيس بري. في 70 محل بلبنان بيتعاطوا نمر السيارات، أكيد رح كل محل عنده عائلتين ثلاثة، يعني في 7 بـ3 يعني 200 عائلة بدو يروحوا فيلوا عبيوته. عم نقول نحن نتروى، خلي المسؤولين يجاوبوا معنا على رأسهم النائب محمد إباني على رأسهم، لأنه أول شيء السؤالات رح تتوجه لإله. قال ما عندوش وقت، يعني إنه أنا لزمت لهذا وخلص، أنتوا دبروا حيلكم. ما كان هيئة إدارة السير ووزارة الداخلية واللي معنيين بالأمر مش هيجاوبوا معنا، طبعا راح نقدم نحن بواسطة المحامي تبعنا نقدم شكوى بمجلس شورى الدولة. وفيما تسير الخطة نحو إغلاق هذه المحال على قدم وساق، تخرج تراخيص جديدة من وزارة الداخلية لترسو في أماكن أخرى. ومبارح معالي وزير الداخلية بيعطي ترخيص لأحد الأشخاص، ترخيص لمحلات معينة. نعم، لمحل بصيدا. نعم، اسمه وسام يحيى ناصر. نعم، اشتغل بالنمر. لا يشتغل بالنمر، أعطيت ترخيص ليشتغل. نعم. ومن وجهة نظر خبيرة، تغيير لوحات السيارات أمر ضروري، ولكن استبدال خبراء صناعة لوحات السيارات بآخرين من أهل البيت هو بمثابة لزوم ما لا يلزم. لابد من الإشارة إلى أنه وجب على المعنيين بهذا الموضوع أن يتم التنسيق مع أصحاب المحال القديمة، علما أنهم لديهم الخبرة الكافية والوافية، وهم الذين ضحوا بوقتهم من أجل هذا الموضوع. يعني ليس من المناسب أنه يتم التغاضي عنهم أو أن لا يتم التنسيق معهم في هذا المشروع الجديد. يعني قطع الأرزاق من قطع الأعناق، إذا ما راح يعطون لهودي 70 محل اللي لهم سنين وعندهم الخبرة الكافية والوافية، إذا بديجوا يغيبون لمشروع ليعطوا يسلموا هالصفقة لأحد الأشخاص، يعني ها في ظلم. التصعيد آت لا محالة في حال لم يستمع المعنيون إلى مطالب نقابة يعيش أعضاؤها كما الشعب اللبناني في بلد يأكل فيه الحوت الأسماك الصغيرة. ألين حلاق، قناة الجديد. بعد الفاصل، اعتمادات أمن المطار مجمدة في مجلس الوزراء. أهلا بكم من جديد. قال نائب الممدد وليد جنبلاط إن المشهد اليوم يشبه كثيرا ذاك الذي كان سائدا عشية الجلسة التشريعية العام الماضي، لافتا في حديث للسفير إلى أنه لا بد من عقد جلسة جديدة على قاعدة تشريع الضرورة التي اعتمدت سابقا، لأن هناك مشاريع ملحة وحيوية ينبغي إقرارها. وأشار جنبلاط إلى أهمية العرض المقدم من الأمم المتحدة والبنك الدولي لمنح مبالغ من أجل تحسين أوضاع النازحين السوريين والمحيط اللبناني المضيف، مشددا على وجوب عدم إضاعة هذه الفرصة. وتعليقا على تخوف التيار الوطني الحر من توطين اللاجئين السوريين، قال: أنا لا أرى توطينا ولا أجد مبررا للذهاب إلى نظريات القصوى، وأعتقد أنه عندما تستقر الأوضاع في سوريا فإن اللاجئين سيعودون إليها.
بدوره رئيس تيار المردى النائب الممدد سليمان فرنجي أكد أنه مع التشريع وأي جلسة تشريعية يدعو إليها الرئيس بري سيشارك فيها. وأشار فرنجي لصحيفة المستقبل إلى أن التشريع يندرج ضمن الأطر البرلمانية الديمقراطية التي لا تناقض الميثاق ولا تتعارض معه، مشددا على تأييده المبدئي لتفعيل عمل مجلس النواب. وزير الاتصالات بطرس حرب يدشن شبكة الألياف الضوئية في البترون، والبداية من مسقط رأسه تنورين. في خطوة بدت لافتة جال الوزير بطرس حرب في قضاء البترون لتدشين شبكة الألياف الضوئية في مراكز اتصالات انتهت الوزارة من تجهيزها وفق خطة 2020 التي كان الوزير قد أعلنها مسبقا. الجولة شملت 7 بلدات في القضاء. رافق الوزير بطرس حرب المدير العام لهيئة أوجيرو ومدير مصلحة الاستثمار والصيانة عبد المنعم يوسف. وستخول هذه الخطوة سكان البلدات البترونية الاستفادة من خدمة انترنت أكثر سرعة ومن قدرة أكبر على التحميل بكلفة توازي التكلفة التي يدفعونها حاليا. ونحن دشنا هلا بعض المراكز اللي فيها ما يسمى الفايبر أوبتيك جديد، وتبين فيها نجاح كامل وكبير جدا لإلها، بأنه المواطن العادي اللي بيحتاج 2 ميجا بيت بالإنترنت تبعه تقدر يعمل تواصله بالعالم عم بيوصل معنا المشترك، وهلا التجربة رح تصير قدامكم لفوق 80. هل هيدا الشيء اللي عم بيصير اليوم هو رد على فضيحة شبكة إنترنت غير الشرعية؟ اولا نحن مش بدنا نرد، بدنا نرد اللي فضحناه، مش نحن فضحنا الناس مش انفضحنا. هاي الجوله اللي عم نشهدها اليوم بمنطقه البترون راح تشهد بباقي المناطق، ما عليك كلمه منك. اذا قررت بكل المناطق طبعا كل المناطق من كل بلد، بس شو اسمه هيدي البكوره وماشي بكل مناطق، اصلا صارت بغير مناطق. وين تماما؟ يعني شوف ب ب ب بانطلياس بتضي بالربيه براس مسعى بالشمال بخلدي بعرمون. يعني بس بعض بيقول انه هذه الشبكة كانت جاهزة من 2013. نحن فضحنا ما فضحنا. لكن شبكة الألياف الضوئية معدة ومجهزة للتشغيل منذ عام 2013 وفي عهد الوزير السابق نقول الصحناوي. شبكة الألياف الضوئية اللي صار لها 2 سنين عم ننفذها جهزت، ولهالسبب أرسلنا اليوم مكتوب لهيئة أوجيرو نطلب منهم يبلغونا مستلزماتهم بالمالية والتقنية لنكلفهم أنه يجهزوا السنترالات. المدة الزمنية اللي عم نحكي عنها إذا استجابت هيئة أوجيرو بدها تكون بين 3 أشهر ل6 أشهر أقصيها. يصبح لزاما التساؤل عن خطوة الوزارة اليوم بعد 3 سنوات من إعلان وزير سابق في الوزارة نفسها جاهزية الشبكة. تزيد التساؤلات حين نعرف أن تدشين الخطة بدأ من مسقط رأس الوزير نفسه في تنورين، لتشمل من ضمن البلدات 7 الأخرى بلدة راس نحاش، وهي مسقط رأس والدة المهندس عبد المنعم يوسف. تتوضح الصورة أكثر فأكثر حين يقارب المشروع بالسياسة، فالتحالف العوني القواتي بعد ترشيح الجنرال في معراب وأن انعكس على الانتخابات بلدية كانت أم نيابية لن يبقي مقعدا للوزير حرب. خلط أوراق سياسي لا يغيب عن ناظراي حضرة المدير العام القابض على الشبكة. عسى أن تتبدل الخرائط السياسية في المناطق الأخرى لكي يصل الإنترنت السريع إلى المواطن قبل المنتخب. آدم شمس الدين، قناة الجديد. وزير النقل غازي زعيتر عقد مؤتمرا صحفيا في حرم المطار، أكد فيه أن الإجراءات المتخذة كفيلة حماية أمن المسافرين. أمن البلاد من أمن مطارها، ولتحقيق ذلك على حكومة المصلحة الوطنية جعل الاسم يقترن بالفعل. وبناء عليه كان الاجتماع الدوري للجنة الإدارية الأمنية المعنية بشؤون مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت، اجتماع شبه استثنائي، إذ أثر وزير النقل غازي زعيتر عقد مؤتمر صحفي لإطلاع الرأي العام على ما يجري في أروقة وزارته ومجلس الوزراء. نعم، مطلوب تأمين الاعتمادات اللي بتكفي بتغطي هذه المشاريع، الاعتمادات المطلوبة اللي ما بتشكل أي عبء على الإدارة أبدا، خاصة سور المطار والحقائب. بيجي أنا بحكي بدي 3 مليارات 6 مليارات،
و600 مليون ليرة، يعني عبارة عن 4 مليون دولار. بيجي بشوف على جدول أعمال مجلس الوزراء، هون بدي أحكي بالتفاصيل المملة والدقيق، بيجي بلاقي على جدول أعمال مجلس الوزراء أنا للخميس القادم، طبعا في درس في بند يتعلق بتأمين وتوفير الاعتمادات، بس ما في مش مبعوث القرارات المراسيم المالية. وقت بلاقي أنا مثلا 1,300,000,000 لوزارة الداخلية لزوم دورات تدريبية في الخارج، تأمين اعتماد بقيمة 2,300,000,000 لوزارة الخارجية والمغتربين لزوم شراء مكاتب لقنصلية لبنان في ميلانو. تصوروا، قنصلية أمنها وسلامتها أهم من أمن وسلامة المطار، وأهم من سور المطار، وأهم من الجرارات، كشف على الجرارات. 2,300,000,000 لزوم عقد اتفاق رضائي لشراء أنظمة معلوماتية. أنا بدي للسور 1,300,000 دولار. إذن بداية التعزيزات الأمنية تكون بتأهيل السور المحيط بحرم المطار، إلى جانب تزويده بالمعدات اللازمة والعديد الكافي، مع تأكيد أن عمل الأجهزة الأمنية المختلفة لم يخلق تضارب صلاحيات، إنما خلق عملا متكاملا لتحقيق الأفضل. أمامكم بعلن أنه نبقى مكتوفين الأيدي بالنسبة لألياء بالحد الأدنى بانتظار تأمين المبلغ على ضوء الخميس، يعني بعد بكرة يتأمن المبلغ بالاعتمادات المطلوبة. أهلا وسهلا. ما بيتأمن المبلغ، أنا رح أطلب من المتعهد مباشرة بالعمل، أو أمر أعطيه أمر المباشرة بالعمل. مصادر أمنية رفيعة المستوى معنية بأمن المطار أكدت للجديد أن كل الإجراءات المتخذة كفيلة بضمان أمن المطار والمسافرين، وأنه طوال السنوات العشر الماضية لم يحدث أي خرق أمني يذكر، بل على العكس كانت الأجهزة الأمنية المختلفة تحقق إنجازات في هذا الشأن. وأكدت هذه المصادر أن التقنيات الموجودة مع خطة العمل والتنسيق بين جميع الأجهزة تعد من الأهم، وأن المطلوب اليوم تزويد المطار ببعض الأجهزة المتطورة ليصبح مماثلا لبعض المطارات في أوروبا والولايات المتحدة. باسل العريضي، قناة الجديد. نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان تهدد بالتصعيد في حال جرى التجديد لشركات مقدمي الخدمات. هددت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان بالتصعيد في حال وافق السياسيون على التمديد أو التجديد لشركات مقدمي الخدمات. موقف النقابة جاء في خلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى المؤسسة. تجد النقابة نفسها مضطرة لاتخاذ خطوات تصعيدية رفضاً للتمديد أو التجديد بغية وقف الهدر الحاصل للمال العام، أم المطلوب أن نبقى على المذكرات الإدارية وما شابه ليبقى عمال المؤسسة ومستخدميها عبيداً لدى بعض النافذين في وزارة الطاقة والمياه، تهددهم ساعة تشاء بنقلهم من مركز إلى آخر أو من موقع إلى موقع بطريقة كيدية. وطالبت النقابة بحقوق موظفي الكهرباء من طبابة واستشفاء وترفيع ومنح مدرسية وغيرها. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 28 من الجاري اتصل أحد الأشخاص بغرفة عمليات سرية درك زغرتة مهددا بتفجير أحد المخافر، لسيما مخفر زغرتة، وعاود الاتصال نحو 15 مرة. ونتيجة للاستقصاءات والتحريات تمكن عناصر فصيلة زغرتة من توقيف المشتبه فيه في مرياطة، وهو لبناني يدعى ميم دال مواليد 2002. وبالتحقيق معه في حضور والده اعترف بما نسب إليه وبأن اللبناني عين جيم مواليد 98 هو من حرضه على الاتصال، فجرى توقيفه حيث أنكر صلته بالموضوع. وقد سلم الموقوفان إلى مفرزة طرابلس القضائية للتوسع في التحقيق معهما. بعد الفاصل، تعاون أمريكي إسرائيلي في حشيشة الكيف. بين قصة حب وقضايا فساد من واقع المجتمع اللبناني ينطلق مسلسل كواليس المدينة عبر شاشة الجديد مساء اليوم في أحد أضخم إنتاجات الدراما اللبنانية. يا حياتي، شوية حركات مثل العادة، بدهم يقبضوا بهالبلد يلي ما بيجي بالمصاري.
بيجي بالسرماية واللي ما بيجي بالسرماية بيجي بالقتل. أنت لازم يكون عندك حساب بالبنك تصرفي على كل الناس اللي حواليك، هيك بيصير عندك سلطة. مشكورة غدا عيد أنه أفرجت عن الملفات اللي بحوزتها من وراء برنامج الفساد وحطتهم بقالب الدرامي بمسلسل فعلا من أروع ما قرأت. يمكن دوري هو ضابط الحلم ببلد الفساد منتشر فيه أكثر من الهوى أكثر من الدواء، فبعتقد غادة حلمت بضابط هالقد نزيه عم بيحارب الفساد يلي جوات شغله يلي جوات بيته يلي جوات مجتمعه كواليس مدينته الجديد. وأنا بدي هنية فعلا مصر أنه النص يكون رائع، الممثلين يكونوا جيدين، المخرج يكون مبدع، وما في مشكلة أبدا بالإنتاج، فبدي هنيها فعلا. رح نقدم شيء من واقعنا، نحن فاتحين ملفات إلها علاقة بالفساد بالوجوه الموجودة وشو عم بيصير بالكواليس شو عم بيصير تحت الطاولات، وبعتقد إنه هيدا واقعنا للأسف، إنه أساسا عم نعيش نحن هالواقع بشكل يومي، يعني إنه صار الواحد واصل لمرحلة تعبان، يعني تعبان سلف من الوضع الموجود بالبلد والفساد الموجود بالبلد. مش طبيعي إنه كل ما استلم ملف ووصل فيه لنتائجه وحقق أهداف ينسحب من عندي. والله العظيم جوزي بريء ريس، أنا عم بتعذب وحدي مع ولدين صغار، ابني مريض وبده علاج طويل، بترجيك تساعدنا. كواليس المدينة عمل جريء، في رسالة واضحة للجميع، في من واقع حياتنا نحن، ونحن بهيدي المناسبة نحن نعتبر أنه في قضاء شريف، ولكن في أكيد رح يصير في ضغط على القضاء لوقف هيدا العمل، وأنا بقول لهم شغلتين أو شغلة، ما حدا يجربنا بهذا الموضوع. قررنا نفوت بعمل مميز، عمل حقيقة بجسد الواقع اللبناني، شو بنعيشه وشو بنحس فيه نحن كل يوم الصبح من فيه ومن نام عليه. نحن قمنا بعمل ضخم، أكثر من 150 موقع، أكثر من 10 أبطال، حقيقة عمل ضخم، وهيدا العمل نحن لنرفع فيه الدراما اللبنانية للمستوى العالمي، لحتالي نحن للبلد اللي ما عم بيقدر يصدر غاز ولا نفط، على قليل نقدر نصدر فن وإنتاج للبلاد الباقيين، بدل ما نستورد نحن التركي، نحن ما نحاول نبيع لتركيا، نحن ما نفتح أسواق بكردستان، نفتح أسواق بكل دول العالم، بأوروبا وبأفريقيا. هي مش ملفات قد ما هي قصص واقعية حصلت، وقع فيها ظلم على ناس، هون المشاعر الإنسانية هي مجسدة من خلال كواليس المدينة بمطارح أنا كنت واقفة يمكن عاجزة على أنه أحكي عن هالقضايا بتوك شو، لأنه أبطال هالقضايا الحقيقيين هن رفضوا يحكوا من خوفهم. يعني عنا قاضي فاسد، عنا ضابط فاسد، ايه حكينا عن قاضي فاسد ليش لا، يعني وعن ضابط فاسد، بالمقابل في ناس أوادم. قصة شخص وهي قصة واقعية، انحبس 5 سنين وبعدين تبينت براءته. القصة الثانية هي قصة شباب بتعاطوا مخدرات، ناس بينسجنوا عن ناس لأنه الناس التانيين عندهم واسطة حياتهم. والقصة الثالثة اللي هي تبييض أموال واللي هي فساد بمصرف بلبنان، حيعرفوا دغري مين هو هالمصرف وكيف المال بيقدر يسيطر على السياسة. إذن كواليس المدينة ابتداء من الليلة عبر الجديد. أعلنت صحيفة جيروزاليم بوست أن المعارض السوري ورئيس الائتلاف الوطني السابق أحمد عاصي الجربة طلب لقاء مسؤول إسرائيلي كبير، وأوضحت أن الجربة الذي يرأس حاليا تيار الغد السوري أرسل رسالة باللغة العبرية إلى صحيفة معاريف الإسرائيلية مخاطبا الرأي العام الإسرائيلي وأخرى إلى الحكومة الإسرائيلية، يعرب فيهما عن رغبته في لقاء مسؤولين إسرائيليين. من جانبه نفى تيار أحمد الجربة تلك الأنباء. بدورها أشارت صحيفة معاريف إلى أن رسالة الجربة وصلتها عبر طرف ثالث لم تسمه، كما قامت امرأة إسرائيلية تعيش في لندن بترجمة الرسالة من العربية إلى العبرية، حيث أكدت الصحيفة أن الجربة أعرب عن رغبته في توجيه رسالة إلى الرأي العام الإسرائيلي بعد تأسيسه تياره. في الأراضي المحتلة استثمار أمريكي إسرائيلي في الحشيشة.
لا يقتصر التعاون الأمريكي الإسرائيلي على المستوى العسكري والأمني فحسب، بل يتعدى ذلك ليشتمل قطاعات مختلفة، ومنها الاستثمار في زراعات محددة. فقد سجل إقبال أمريكي ملحوظ على الاستثمار في زراعة الحشيشة وتطويرها على الأراضي المحتلة، وتقدرت عائداتها بعشرات ملايين الدولارات. وتوصلت دراسة أجرتها الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب إلى نتيجة مفادها أن نبتة القنب المعروفة بالحشيشة تحتوي على مادة الكانابيدايل التي تساعد على جبر العظام المكسورة، وذلك بحسب التجارب التي أجريت على الفئران، ما يؤهل هذه الزراعة للاستثمار العلمي والطبي فيها على نطاق واسع. زراعة الحشيشة ليست زراعة سهلة، لكنها زراعة واعدة، وفي إسرائيل أرض خصبة صالحة لهذا النوع من الزراعات، والإسرائيليون رواد في مجالي الزراعة والبحث العلمي. حجم الاستثمار هنا أكبر منه في الولايات المتحدة، والقطاع الزراعي يستحوذ على اهتمام عدد من الناس هنا، لذلك ما ستحصل عليه في أمريكا ستحصل على أضعافه هنا. وقد شرع العلماء الأمريكيون بالتعاون مع الجامعات العبرية في إنشاء المزارع المخصصة لزراعة نبتة الحشيشة وبيعها في الصيدليات كدواء للمرضى. عناوين صحف اليوم الأربعاء 30 أذار، والبداية مع النهار. الحوار للحوار أرجئ ليلا في ظل رفض التشريع. ملف أمن الدولة عالق في شباك العجز الحكومي. الجيش السوري يطوق القريتين. الأسد الميدان يسرع الحل السياسي. نهاية سعيدة لخطف سهل لطائرة مصرية، والهاجس الأمني يلغي زيارة روحاني للنمسا. في السفير، السفير تحاور أقطاب الحوار الاضطراري، اشتباك التشريع، خطوط تماس تشطر الدستور. واشنطن واغتيالات الإرهابيين، بيع الوهم لمن؟ عربدة اليمين الإسرائيلي تتجلى في الكنيست، إقرار أولي لقانون تعليق نيابة فلسطيني 48. في الأخبار، الفساد في قوى الأمن، عشرات الضباط والعناصر إلى التحقيق. القضاء يحكم على النوايا. الجيش السوري يشق طريقه نحو القريتين. في الأنوار، ركاب الطائرة المصرية عادوا إلى القاهرة وخاطفهم مختل عقليا. اتهامات متبادلة بين المستقبل وتكتل عون. المعارضة السورية، محادثات جنيف مهددة بالانهيار. ننتقل إلى الديار، انتهاء أزمة الطائرة المختطفة المصرية وطائرات إسرائيلية رافقتها إلى قبرص. غموض يلف العملية التي شغلت العالم، وهل الهدف ضرب السياحة المصرية؟ دعوة بري لتفعيل تشريع رفضها الوطني الحر. لا تشريع طالما الميثاق مغيب. اتصالات بشأن استبعاد الموظفين المسيحيين. وزعيتر، أمن مطارنا الأول عالميا. في المستقبل، المستقبل ينتقد دبلوماسية باسيل التخريبية، والكتائب يرفض تحويل الاهتمام من التعطيل إلى التوطين. فرنجي للمستقبل، التشريع لا يناقض الميثاق. قطار النفايات على السكة. ننتقل إلى البناء، أردوغان للقاء أوباما بلا دعوة، والطائرة المصرية المخطوفة بلا خاطف. الأسد، تدمر عزازة المسار السياسي، وواشنطن تشيد، والمعلم في الجزائر. رعد وحردان إلى النسبية، والحريري إلى موسكو من دون موعد مع بوتين. أجرت اختبارات لا تنتهك الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران، تتمسك بمواصلة برنامج الصواريخ. في اللواء، إرجاء جلستي الحوار ومجلس الوزراء بسبب وفاة والدة سلام. الحريري في موسكو لمتابعة ملف الرئاسة، وعون يرفض التشريع قبل نيل الحقوق. الأسد، نجاحات الجيش ستسرع الحل السياسي. النظام على مشارف القريتين وعينه على السخنة. ننتقل إلى عناوين البلد، أولاند في بيروت وجهد رئاسي للحريري من موسكو. الجو المخطوف شخصياً. الجيش يتقدم والأسد، نجاحنا يعجل التسوية السياسية. في الجمهورية اليوم، الحوار تأجل والتشريع يتعثر. رفيق بوتين في بيروت، مكافحة الإرهاب أولويتنا. المطار ينتظر الاعتمادات. الحياة عنونت،
واشنطن تجدد دعمه في تنفيذ إصلاحاته وتحسين أداء حكومته. أوساط العبادي تتهم إيران والمرجعية بمحاصرته. الكويت تؤكد قرب استئناف الإنتاج في حقل نفطي مشترك مع السعودية. موسكو تجدد استبعاد مصير الرئيس السوري من مفاوضات جنيف. الأسد يراهن على الانتصارات لتسريع الحل. وفي الشرق الأوسط، سفير عربي في بيروت، قرار مواجهة تنظيم نصر الله استراتيجي. الحملة الخليجية ضد حزب الله تهدد بطرد وزير لبناني. سلم رسالة من 4 صفحات لطليقته عبر المضيفة في مطار لرنكا قبل استسلامه. مصري يختطف طائرة بحزام ناسف مزيف. قمة الأمن النووي تناقش غدا تهديدات داعش وبيونغ يانغ. الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط، قلصنا سيناريو هجوم إرهابي نووي. كان في العناوين: انتهاء أزمة الطائرة المصرية بحزام زائف ورسالة غرام وسلفي. Always there is a woman in the room. فضيحة قوى الأمن، المؤهلون يسقطون العمداء. وفضيحة جديدة تتعلق بلوحات التسجيل ودفاتر السوق. الشركة الملتزمة ما بعرف إنكريبت اسمه، أو أنا بعرف شخصيا اسمه هشام عيتاني. كان في النشرة: كواليس المدينة في ليالي الجديد. بهالبلد يلي ما بيجي بالمصاري بيجي بالسرمية. ختام النشرة، شكرا للمتابعة، نلتقي في موجز 10:30.